ان متهم مثلا العفو ساعتها. يا باشا الموضوع مالوش اي علاقه بالحكايه. جلال انت هتعملهم عليا؟ يا باشا العفو، الموضوع كله ان في معلومات جات لنا، ولو المعلومات دي حقيقيه يبقى حياه سعادتك انت في خطر. بعدين سعادتك الكلام ده لو مظبوط او مش مظبوط مش ده المشكله، المشكله ان سيف يكون هو الصياد ويكون مقتنع انك انت اللواء اللي عامل الخليه دي، ساعتها هيقتلك. هتتحفظوا عليه؟ ممكن نعمل ده، وعندنا شكوك اللي خلينا نستصدر اذن نيابه ونتحفظ عليه ونحقق معاه كمان، بس بنسبه 99% هيطلع منها وهنعتذر له لان مفيش دليل. قول لي اعمل ايه؟ انتوا بقى كده مفيش قدامكم غير حل واحد، انكم تستخدموني كطعم. كده كده سعادتك مع كل احترام وتقدير هتتعاون معانا وهتجاوب على شويه اسئله. حمدي انت بتتجاهل. يا باشا بعد اذن حضرتك، بعد اذن سعادتك، انا اتصلت بمعالي الوزير وهو اكد لي ان حضرتك هتتعاون معانا تماما، واكد لي كمان الموضوع هيبقى سري جدا. لا انتوا كده تجاوزتوا الحدود وانا مش هسكت. احنا بنحمي سعادتك واحنا معاك، وبعد اذن سعادتك احنا هنضاعف الحراسه عليك الفتره الجايه. تمام. ادخل. سيف رشا، سيف عبد الرحمن بره وعايز يقابل سعادتك. لوحدك ولا ايه؟ عم ابراهيم مستني بره، وبعدين انا خلاص بقيت حافظ المكان هنا اكتر من بيتنا. تشرب ايه؟ لا ولا حاجه. انا عارف ان سعادتك مشغول وانا مش هاخد من وقتك كتير. اتفضل انت. اتفضل يا سيف، اتكلم. انا عايز اعترف لك اعتراف. انا بعتبر حضرتك زي والدي بالظبط. ايه؟ والدك؟ ايوه يا فندم. وجاي النهارده عشان اشكرك على اهتمامك بيا. وانك كان اديتني فرصة اني اشارك في التحيات. سعادتك حسستني ان حياتي ليها معنى وان ليا دور رغم الاعاقة اللي عندي. وايه بقول؟ انا بعد الحادثة دي سامي باشا، ايه بقول؟ فاهم حاجة؟ كنت حسيت ان خلاص حياتي انتهت، بدأت لذة الدنيا وابعد عن كل الناس اللي حواليا. احنا اللي المفروض نشكرك يا سيف، لولاك ما كناش وصلنا لنجل الخليلي ولا كنا حققنا الانجاز اللي حصل ده. بس للأسف بقى واضح ان وجودي معاك وسبب مشاكل اكتر ما افاد. سعادتك شايف طارق باشا في السجن اهو، وانا سالت العقيد حمدي على ملبسات القضيه ومش ممكن اصدق ولا 1% حتى ان طارق باشا يعمل كده. انما من الواضح بقى ان احنا بنتعامل مع مجرم مش سهل ابدا. قدر يوقع بينا لدرجه ان في بعض الزملاء هنا بقوا بيشكوا فيه. تخيل سعادتك. انا بصراحه ايه يا سيف؟ معلش يا فندم عافيني، انا العقيد حمدي ده بيجمعني بيه علاقه صداقه بقالها سنين، مش ممكن اصدق ابدا انه يعمل حاجه زي كده. معلش يا فندم انا مش عايز اتكلم. معلش. من فضلك تتكلم يا سيف. من الاخر كده، العقيد حمدي بيعتبر ان طارق زي اخوه الصغير بالظبط، وبيصدقه في كل كلمه بيقولها، وعنده استعداد انه يعمل اي حاجه في الدنيا في سبيل انه يطلعه براءه، حتى لو كان ده على حساب انه يتهمني انا. تخيل سعادتك، ده بيقول لي عايز يجيب دكتور يكشف عليا عشان يثبت اذا كنت انا اعمى ولا لا. انا اتجرحت بصراحه، بس ما عنديش مانع، والله ما عنديش مانع ابدا لو ده هيريحكوا. يعني انا ما بشكش فيك يا سيف، وما عنديش اي معلومات تخليني اشك في اي حاجه، وانا بعتذر اذا كان في اي حد ضايقك وحاول يمشي ورا اوهام عشان يثبت براءه صاحبه. وانا مسامح في اللي يخصني، ومش هنسى ابدا ان سعادتك بربتك العاليه ومنصبك الرفيع جيت لي لحد عندي عشان تطلب مني اني اشارك في التحيات، وده اللي خلاني اجي النهارده بمنتهى الحب والود اطلب من سعادتك انك تعفيني. معلش كفايه قوي لحد كده، وانا بقسم لسيادتك يعني ان حاولت اساعد على قد ما اقدر، وان كل كلمه قلتها بصدق، ان لو في اي غلط يعني حصل فده بسبب ظروفي مش اكتر. يعني ايه؟ ليه رحت له؟ ليه قلت له الكلام ده؟ لان في الاوضه اللي ورا اللواء سامي كان واقف حمدي ومعاه باقي الضباط التانيين، كانوا مستنيين اتحرك او على الاقل انطق بكلمه عشان يستخدموها ضدي ويقبضوا عليا. طب وانت عرفت ازاي؟ شفتهم؟
وائل كان قاعد مع شيرين، واكيد وصل لنفس اللي انا وصلت له، واكيد وائل قال لطارق وطارق قال لحمدي. ده غير ان مش ممكن يعني بعد كل اللي حصل الفتره اللي فاتت دي ما يكونش حمدي شك في حاجه. فانت بقى رحت لسامي شهاب عشان تطمنه شويه، اخليه يشك بس وما يعملش حسابه، وبالتالي الوصول ليه يبقى اسهل بكتير. بس كده خلاص هما بقوا عارفين انت عايز تقتل مين. بس مش عارفين امتى وفين. ايوه باشا، انا عرفت ان الرائد سيف عبد الرحمن زار ناجي الخليلي في السجن، في ضابط هناك قال لي كده. هو ناجي الخليلي هيتعرض على الرائد بكره. ماشي انا هتعرف، بس اجل الموضوع ده، كفايه الكلام اللي الواحد سمعه من اللي هو سامي. كلام ايه؟ انت مالك يا اخي؟ روح شوف شغلك. الصحفيه اللي اسمها لبنى مصممه تبع حضرتك. لا انا مش فاهم قابل حد، مشيها. معلش يا باشا، يا ريت تقابل، تقالي اني عايز حضرتك في موضوع شخصي. خليها تتنايل تدخل. اتفضلي. اسفه يا فندم، بس انا كنت عايزه حضرتك في موضوع مهم، بقالي فتره متردده ومكسوفه من نفسي بسببه قوي، بس النهارده قررت ان انا اجي واقول لك. خير؟ هو الموضوع بخصوص النقيب وائل. ايه؟ سيف، ممكن اسالك على حاجه؟ خير. في واحده عندي في الجامعه النهارده جت قالت لي على مشكله غريبه قوي بتاعتها، مشكله غريبه قوي لدرجه ان انا حتى بفكر اعملها بروجكت واخلي طلبه يعملوا عليها ريسيرش. ويا ترى ايه بقى هي المشكله الغريبه دي؟ للاسف اكتشفت ان باباها اللي بتحبه واللي بتعتبره مثالها الاعلى اكتشفت انه مرتشي. مفيش حد غيرها عارف الكلام ده، محدش شايف اللي هي شايفاه. المشكلة بقى انها مش قادرة تبصله بطريقة تانية، لسه بتحبه ومش قادرة تكرهه. السؤال اللي هي عايزة اجابة عليه، هل هي كده شريكته؟ هي كمان مجرمة؟ الانسان لو فضل يدور على ناس مفيهاش عيوب هيعيش لوحده، عشان كده احنا بندور على عيوب اللي نقدر نتعايش معاها ونقبلها. بس ده مش عيب، ده اجرام. يبقى عيب برضه، بس عيب كبير شويه. ايوه بس هي بتفكر تبلغ عني بالرغم انها بتحبه جدا زي ما قلت لك. عايزه تعرفي رايي بصراحه؟ اكيد باباها هيبقى فخور بيها في كل الاحوال ايا كان اللي هتعمله. لو اختارت انها تسكت عشان بتحبه هيفهم وهيقدر ده، أما بقى لو اخترت إنها تبلغ عشان ضميرها فيبقى كويس إن جت منها، ما جاتش من حد غريب.